الزمن بتاعي ده بعمل اي حاجه على الخطوط. اشتغلت قلب الشيطه دلوقتي بقى اشتغل بشتغل في السنه في مواجهه كبيرتي وبشتغل في مواجهه كبيرتي. اشتغلت شغلانه بقالي 46 سنه. انا عندي 54 سنه دلوقتي اشتغلت عند كمالتي ومعايا محمد وحسام شغالين معايا برضه نفس الصنعة دي. أما إيه اللي كبير بقى متجوز صنعة دي. الأول كان حتى حوالي 3 مليون دولار كان دلوقتي جاي جامد. شغالين الحمد لله. المسألة كان معايا فيها إيه؟ فيها غير
اعمل بابول سبيرتو. هوريكم ده بقى مش بابول سبيرتو. حتى عندي بابول سبيرتو. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل ببص دلوقتي بقى. وبتفك دي عشان عشان اركب بتاعت السبب. بنقول عليها قالب، بس هو اصلا اسمها اسطمبة. مش متعب بالنسبة لك يا عم عادل؟ لا اتعودت على كده. اتعودت على كده. بركب ايه ده بقى دلوقتي؟ لا قالب دي الحته اللي ايه. اولادك شغالين معاك؟ شغالين معايا. مع عند محمد الوسطاني وحسام الصغير. في بقى صغننه قوي بقى ودينا شغاله معايا بس ساعدك كده. لا ولك حاجه بتعمل كده؟ لا دي مهنساك يعني. مهنساك. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك. دي بقى الايه السبرتاي. دي بقى السبرتاي. Let's go.